بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف موقع اسمه فورج موديل ميتا داتا تو اكسل. الموقع ده بيعمل ايه دلوقتي؟ لو انا رفعت مشروع على اي 360 وعايز اعرف تفاصيل الحاجات دي، زي مثلا المساحة، العرض، لو في اي حاجة عناصر موجودة يعمل لي عليها حصر، تمام. فانا مع كل اللي انا بعمله بقول له ساين ان، ادخل على الحساب بتاعي، وبعد كده بقول له حمل لي ملف المشروع اكسل. بيحول لي، بيقول لي مثلا انت عايز مشروع ايه، اقول له مثلا مشروع دوت، مشروع صغير خالص، اقول له مثلا عايز الملف دوت، فبيبدأ يحمل لي ملف اكسل فيه بعض التفاصيل المفيدة عن المشروع، تمام. البارت نيم اسمها ايه، التفاصيل بتاعتها، مين اللي عمل المشروع، الديسكريبشن، البارت نيم، الاريا، الفوليوم، الابيرنس، النيم، وهكذا.